معنا عبر الهاتف الأستاذ سيف السويلم المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان. أستاذ سيف مرحبا بك في أخباركم. أهلا وسهلا بكم بسادة المشاهدين والمشاهدات. حياك الله معنا. بداية احنا شفنا منصات سكن الرقمية تواصل تقديم مجموعة من الخدمات لمرتاديها، ودنا تحدثنا عن أبرزها وأيضا كيف ممكن للمواطن يستفيد منها. نعم، شكرا لكم. أولا طبعا في إطار حرصنا في وزارة الإسكان على تسهيل كافة الإجراءات اللي من شأنها أن تسهل رحلة تملك المواطنين واستفادتهم من الحلول السكنية المتنوعة اللي نوفرها من خلال برنامج سكني، أوجدنا مجموعة من القنوات والمنصات الرقمية التي تمتاز بإجراءاتها السهلة والميسرة. يأتي من بين ذلك طبعا تطبيق سكني على الهواتف الذكية اللي يتيح لجميع المواطنين إمكانية الاطلاع على المشاريع السكنية، أيضا الاطلاع على مخططات الأراضي والقيام بحجزها وإصدار عقودها، كذلك الاستفادة من الخدمات الرافدة مثل المستشار العقاري، التصاميم الهندسية في حال البناء الذاتي وغيرها الأخرى اللي نتيحها من خلال التطبيق، بالإضافة طبعا إلى موقع سكني سكني.housing.sa وأيضا مركز العناية بالمستفيدين 19 90 90 الرقم الموحد، وكذلك حساب العناية بالمستفيدين على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وغيرها. ما شاء الله أستاذ سيف، يعني جهود مستمرة وتفاعل كذلك تشكرون عليه بالفعل في وزارة الإسكان. أعلنتم اليوم عن إصدار أكثر من 4000 عقد للأراضي السكنية، لو تحدثنا إذا سمحت عن التفاصيل. نعم طبعا خيار الأراضي السكنية هو إحدى الخيارات اللي نوفرها من خلال برنامج سكني. كما هو معلوم برنامج سكني يوفر نحو 5 خيارات متنوعة تشمل إمكانية شراء الوحدات السكنية الجاهزة وأيضا شراء الوحدات السكنية تحت الإنشاء اللي تكون بالشراكة مع المطورين العقاريين، وكذلك الأراضي السكنية وأيضا البناء الذاتي إذا كانت الأسرة تمتلك الأرض. خيار الأراضي السكنية ضمن المخططات اللي نتيحها في وزارة الإسكان عبر برنامج سكني يحظى بقبول متزايد، يتم إصدار عقود هذه الأراضي بشكل إلكتروني من خلال تطبيق سكني. خلال شهر سبتمبر الماضي أكثر من 4300 عقد لهذه الأراضي تم إصدارها في مختلف مناطق المملكة، ليصل بذلك إجمالي ما تم إصداره من عقود منذ مطلع العام الجاري 2020 حتى نهاية سبتمبر الماضي أكثر من 70,000 عقد للأراضي السكنية. ما شاء الله تبارك الله. هذا الرقم خاص ببرنامج سكني بمختلف الخيارات أو هو فقط خيار واحد؟ لا، 70,000 ذكرتها أساسا. نعم 70,000 تتعلق فقط بخيار الأراضي السكنية، أما ما يتعلق ببرنامج سكني بصورة عامة وبمختلف حلوله وخياراته المتنوعة ولله الحمد تمكننا من خدمة أكثر من 280,000 أسرة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية سبتمبر الماضي. هذه الأسر استفادت استفادة فعلية من مختلف الخيارات اللي تم ذكرها قبل قليل بحسب رغباتهم وبحسب قدراتهم. ما شاء الله، الأكثر من 200,000 من بداية العام 2020 وليس منذ انطلاقة البرنامج. نعم هذا العام فقط أكثر من 280,000 تم خدمتهم من أهالينا الأسر السعودية في مختلف مناطق المملكة، منهم طبعا من استفاد من إمكانية شراء الوحدات الجاهزة ومن استفاد من شراء الوحدات تحت الإنشاء وأيضا الأراضي السكنية أو الحصول على قرض البناء الذاتي. ما شاء الله تبارك الله، هذه الأرقام الضخمة، وصراحة برنامج سكني من أضخم البرامج الحكومية والتي نفذتها وزارة الإسكان خلال الفترة الماضية. شكرا لكم على كل هذه المجهودات، وأيضا شكرا لك الأستاذ سيف السويلم المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان على مداخلتكم معنا، وأيضا توضيحات مستمرة من قبل وزارة الإسكان وتفاعلها مع جميع الأخبار والأحداث وأيضا استفسارات من المواطنين بخصوص الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان، ومن هذا المنبر نوجه لهم الشكر.